لقاء تواصلي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمدينة إنزكان، موضوعه المشاكل التي يعيشها قطاع التجارة والحرف المرتبطة به بهذه المدينة. اليوم في هذا الجمع المبارك غادي نناقشوا المشاكل اللي كتخبطوا في إنزكان نظرا للمشكل ديال سوق الجملة اللي مازال ما لقى طريق ديالو للحل. كاين مشكل ديال الباع المتجولين، المشكل ديال الباع المتجولين تبناو اسواق وما استفدوش فيهم التجار ديال إنزكان. الموقف ديال النقابة بشكل واضح للرأي العام الوطني والصحافة على اعتبار أن هاد التجار لا يطالبون إلا بالإنصاف ديالهم، إلا بتوضيح الرؤية للمصير ديالهم والمستقبل ديالهم وإشراكهم في كل ما يتعلق بحياتهم المهنية. وبالإضافة لتوحيد الرؤى حول واقع القطاع بإنزكان، فاللقاء التواصلي حسب منظميه هو كذلك دعم للحوار في كل ما يتعلق بالإكراهات التي يعيشها التجار والمهنيون، وعلى رأسها مشكل تحويل سوق الخضر والفواكه. وجهتنا